اول حاجه القدم نحطه على النار ونار. بصل وثوم وفلفل رومي وعندكم برضو فلفل حار. بعد تحميصة البصل على طول نضيف السمان علشان برضو هو ينحمس مع البصل والزيت الموجود. هذه هي التحميصة المطلوبة. يجي بعدها اللي هو الصلصة، نضيفها مع الطماطم المقشر. أخذت التكشينة المتسبكة صح، شوية ملح، بهارات اللي هو الإدامات أو بهارات مشكلة. هذه نضيف لها ملعقة من الموية أو كمية الموية اللي ممكن نستخدمها مع إدام الخضار. نخلي يطبخ لمدة 6 إلى 7 دقائق وبعدين نرجع نكمل. يلا. طبخنا السمان طبخ عادي لمدة 8 دقائق. نبدأ نضيف الخضار، هذا فاصوليا وهذه بازلاء معها، والخضار كلها دفعة واحدة. نقول بسم الله. هذا الغطاء، هذا قدر ضغط طبعا، نبدأ نضغطه شوي ونقفل. بس 10 دقائق طف النار ونقول بسم الله. بسم الله وما شاء الله تبارك. شوية الإدامة ضفناه في صحن. إن شاء الله لكم استفدتوا. الطريقة جدا سهلة. على خير. سلام.